طيب نروح لوزارة التعليم العالي ووزير التعليم العالي في حفل تخرج طلاب الأسنان بجامعة المستقبل. تفاصيل هذا الخبر بتقول احتفلت جامعة المستقبل بتخريج الدفعة الثامنة من طلاب كلية طب الأسنان والدفعة التاسعة من طلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وذلك بمركز مؤتمرات المنارة. حضر الحفل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، دكتور خالد عزازي رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل ونقيب أطباء الأسنان دكتور يسري الغندور. كما حضره أيضا ممثلو سفارات بعض الدول العربية وممثل الجامعة العربية وممثلو المكتب الإعلامي للأمم المتحدة ونقيب التجاريين أستاذ حافظ غندور.